الانتشار الواسع داخل المدينة قدر الإمكان، توخي اليقظة والحذر التام من الكمائن والألغام والمفخخات، الحرص التام على أمن وسلامة الأهالي، الرد الفوري على أي مصدر لإطلاق النار من طرف العدو، تفعيل الأجهزة الأمنية والشرطة ومساندتها، تسيير دوريات أمنية وإنشاء بوابات في جميع مداخل المدينة والمناطق المجاورة لها، اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الأسرى، التقيد التام بأي تعليمات تصدر عن الغرفة الأمنية لمدينة درعا. أبشروا أيها الليبيون جميعا، فإن النور سيبزغ قريبا بعون الله من قلب مدينة درعا.